ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد، وان شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هتكون عن البط. هنتكلم مع بعض في المراحل اللي بيمر بيها البط، اللي هي بيكون من ضمن مرحله الافتراس ومرحله تقفيل الريش. وهقول لكم ازاي انا بعالج الموضوع ده. زي ما انتم شايفين البط كان عنده حاله افتراس شديده جدا، والحمد لله الوقت ريشه طلع اهو بالطريقه اللي انتم شايفينها دي كده، ما عادوش بيعضوا في بعض وما عادوش بيخلعوا في ريش بعض، والبط الحمد لله عدى من مرحلة الافتراس دي. هتلاقوا البط كلته ريشه بيطلع اهو كله، ما عادش فيه بطة بتخلع في التانية. طيب عملت ايه واتصرفت ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض دلوقتي. بس يا ريت قبل ما اكمل الفيديو، يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت ما تنسوش اللايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع، ولو كنتوا لسه بتشوفون لاول مره يا ريت تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصل كل جديد من عندي. ويلا نكمل مع بعض الفيديو للاخر. طبعا دي الفراخ الكوشن اهي، انا ما ببيت الطيور كده بالليل، ما ببيت الرومي في الهشه بتاعته، بخرجهم شويه يشموا نفسهم على السطح، علشان طبعا لما بخرجهم والرومي موجود الرومي ما عادش بيطيق حرفيا اي طيور جنب منه، فبخرجهم بقى في الميعاد دوت كده يفضلوا يلقطوا اي حاجه من على السطح، وكمان عشان برضو الوسع حلو ليهم ويفكوا رجلهم شوية من المكان اللي هم فيه لحد ما اعمل لهم العش. ده طبعا الديك اللي انا جبته الجديد، طبعا ريشه لسه بيطلع، ريش الديل وريش الجناح وكمان السروال بتاعه بيطلع لسه، هيبقى حاجة كده بسم الله ما شاء الله عليه. ودولت الفرختين، عايز بس اوريكم شكلهم عامل ازاي. تمام، طبعا دي الفرخة الرصاصي، وديت الفرخة اللي هي الصدف ابيض المنقطة، وده الديك اهو شايفين الديك بيحاول حتى ان هو يكسر. تمام، ونيجي بقى نشوف موضوع حلقتنا اللي هو البط اللي قدام كلها. البط دوت كان دخل معايا في مرحلة افتراس. تمام، المفروض ان هما كلهم يبقوا قافلين زي البطة اللي قدامكم دي كده، بس كلهم جالهم افتراس وبدأوا ان هما ياكلوا في بعض. تمام، طب الافتراس ده جالهم منين؟ دوت مش هما اللي بدأوا، لما خرجتهم على السطح لما بدأت ان انا اسيبهم وسط الطيور، وكان عندي دفعة البط اللي هما دولت اللي انا دبحتهم، ما سبتش منهم غير الاتنين دول. تمام، الدكر والنتاي دولت كانوا بيعضوا فيهم، ولما عضوا فيهم طبعا اول لما البط بيعض في بعضه بيبدأ ان هو يظهر الدم والكلام ده، خصوصا لما يكون الريش لسه بدمه بالطريقة دي كده. تمام، ما يكون لسه الريش بالوضع ده كده اللي هو بالدم لسه، زي مثلا الدكر اللي قدامكم ده اللي هو الاسود، بيبداوا ان هما اول ما يعضوا في بعض ويلاقوا الريش بالطريقه دي يبداوا بقى يخلعوا كلهم في ريش بعض. تمام، وديت اللي هي اسمها مرحله الافتراس او الافتراس، او ان شايفين الدكر. تمام، هما بطلوا ان هما يعضوا في بعض، بس المشكله كلها في الدكر ده، الدكر ده بيفضل ان هو يعض فيهم. تمام، طبعا انا ما عنديش مكان ان انا اعزله فيهم. طيب عملت ايه اول حاجه؟ انا يعني لما اتخلصت من البط اللي كان عندي كله اللي هو قبل دولت، قمت رايح ماسك الدكر البط دوت والنتاي اللي معاه وحرق لهم بقهم. طب بتحرق بقهم ازاي؟ مش بحرق اللي هو بحط بقهم في النار او كده، لا انا بجيب المقص. بس طبعا اكبر غلطه احنا بنعملها لما بنيجي نقص المنقار بتاع البط وبنقصه بالمقص كده على طول، ويبدا ان هو يجف دم ويعمل لهم نزيف، ده بيكون اكبر غلطه، لان احنا كده يعتبر ما عملناش اي حاجه. طيب امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب المقص وبنسخنه شويه على النار. تمام، لما بنسخنه على النار بيبدا ان هو يكوي المنقار، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان المنقار يتكوى ما يتقصش. تمام، المنقار لما بيتكوى اول حاجه لما بيجوا يعضوا في بعضهم، مش هقول لكم ان لما احنا بنقص المنقار او بنكوي المنقار ان هما كده من بعده ما بيعضوش بعض، لا بيعضوا بعض. تمام، بس قص المنقار اللي هي الحته النقره اللي او البوزه المدببه اللي في المنقار دي عموما، زي مثلا البطه اللي هي العتقيه ديت، البطه دي كان برضو وهي صغيره كانت نفس الكلام، وانا قصت لها المنقار بتاعها لحد دلوقتي اول المنقار بتاعها مطلع. تمام، فاللهم صل على النبي. اول لما بقص المنقار ما بيقدروش بقى ان هم يعضوا الريشه، الريشه ما بينفعش انها تتخلع، لان لما بيبقى المنقار كامل بيبقى سهل ان هم يقطموا الريشه او يشدوا الريشه، لكن لما بيكون المنقار مقصوص عموما
ما بيقدروش يتحكموا في الريشة، بيعضوا بعض وكل حاجة، بس الريشة ما بتتخلعش. فهو ده بقى اللي انا عاوزه، ان هما ما يعضوش في بعض او ما يخلعوش ريش بعض، تمام؟ عشان برضو ناس كتير بتبقى فاهمة الموضوع غلط، يعني في ناس بتقول ان احنا قصينا المنقار وبرضو البط بيعض في بعض. لازم نحاول ان احنا نكوي المنقار علشان بعد كده البط ما يبدأش ان هو يعض في بعضه تاني، تمام؟ دي اول مرحلة. تاني مرحلة طبعا انا هما البط قدامكم اهمت، الريش بتاعهم بيطلع تاني اهو، سواء الذكورة او النوتي. طبعا هو ذكر واحد ومعاه 5 نوتي. فاللهم صل على النبي. انا طبعا منع عنهم العلف اول ما بدأوا ان هم يقفلوا ريش، بس هم ما جالهمش افتراس، والافتراس كله جالهم من دفعة البط التانية اللي كانت على السطح، مش من دول. يعني دول نفسهم ما جالهمش افتراس. شايفين الديك؟ انت بتبص، انت بتعافر مع اللي اتقل منك والله. يعني هتحط نفسك دلوقتي في مواقف بايخة لما كلهم يتجمعوا عليك. نكمل بقى موضوعنا، بس بالله عليكم لو انتوا لسه معايا لحد دلوقتي ما تكونوش نسيتوا اللايك على الفيديو، تمام؟ عشان بس انا عندي مشكلة الفترة دي في الاعلانات، فيا ريت وانتوا بتشوفوا الفيديو ما تنسوش اللايك عليه. طبعا الفرخ ده انا حبسه مع الرومي لان الفرخ ده تعبان، وعزلت اخواته الثلاثة علشان ما يتعدوش منه. فطبعا انا سبت لنفسي بقى من الدفعه اللي قبلها النتايه والدكر دولت علشان اقدر احافظ على السلاله، لان السلاله دي مسكوفي، تمام؟ مسكوفي رقد، ان الدكر كان مسكوفي بيور والنوتي كانت خليط مسكوفي، فمطلعين لي سلاله مسكوفي. يعني النتايه دي حاليا دلوقتي 3 كيلو والدكر ده داخل على 5 كيلو، الدكر ده 4.5 حاليا. انا عايز بس اوريكم حجم الدكر لان الكاميرا مش مبينه حجم الدكر، تمام؟ ده حجم الدكر اهو، وده حجم النتايه. فطبعا انا بحاول ان انا احافظ على السلاله بقدر الامكان. طب بالنسبه بقى للعلاج الافتراس اللي يقولك املاح معدنيه وفيتامينات وما اعرفش ايه، ده احنا المفروض اصلا بنحطها للبط من غير اي حاجه، تمام؟ اما بيجي لهم افتراس ما بتساعدش في اي حاجه، لان خلاص موضوع الافتراس هو بتبقى زي عاده كده، او انهم اتعودوا على حاجه فبيبداوا ان هم كلهم يعملوها، تمام؟ فبنحاول بقدر الامكان احنا بنديلهم الاملاح المعدنيه والكالسيوم والحاجات دي كلها، لانه ولا بيبقى نقص كالسيوم ولا بيبقى نقص فيتامين بروتين. نقص البروتين عموما بيوقع الريش، ما بيخليهمش يعض في بعض. نقص الكالسيوم برضو ما يخليهمش يعضوا في بعضه، عشان برضو الناس اللي فاهمه الموضوع غلط. هو نقص الكالسيوم بيجي لهم، لو جالهم نقص كالسيوم مش هيعضوا ببعض، هيجي لهم كساح عموما، يعني لان نقص الكالسيوم هيجي لهم في العظم مش في الريش. اما حكايه الافتراس وانهم يعضوا ببعض دي بتكون عاده وهم هيتعودوا عليها. فطبعا احنا بنمنع العاده دي بان احنا بنقص المنقار بتاعهم، تمام؟ مش حابب ان انا اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده. طبعا دي النوتي اهي، انا عايز اقول لكم النوتي دي كلها هتتذبح حتى الذكر، مش هسيب غير النتاية دي. النتاية دي اللي انا اخترتها لنفسي ان انا هسيبها، لان البني فيها غامق وانا بصراحه حابب ان انا اسيب النتاية دي، تمام؟ انا هي بقى معاكم الفيديو على كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكونوا عملتوا عليه لايك واشتراك للقناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير.